قالت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي قوله إن التقرير النهائي تضمن تصورا وتحليلا لما وصفه بالعدوان على الصحافة والصحفيين خلال العقدين الماضيين، وتوصيات بالإجراءات التي يجب اتخاذها لإصلاح القطاع ومحو أضرار تلك الاعتداءات على المؤسسات الإعلامية وعلى أخلاقيات المهنة. وينضم إلينا من تونس رضا الكافي عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال. سيد رضا، لماذا برأيك سارعت الحكومة للدعوة إلى الاستشارة قبل الاطلاع على مضمون تقرير الهيئة؟ هو شكرا على الاستضافة أولا، ثم هو نحن أيضا نتساءل في هيئة الإعلام لماذا سارعت الحكومة بتنظيم هذا الاجتماع. وطبعا في تقريبا في يومين أو ثلاثة وقعت عملية التنظيم، كان هناك ارتجال كبير في عملية التنظيم، لم تكن هناك ورقة عمل، لم يكن هناك برنامج، لم يكن هناك تنسيق مع أي من الهيئات المهنية المعروفة ومنها هيئة إصلاح الإعلام لكن نقابة الصحفيين وغيرها من الهيئات المعنية. وبالتالي نحن نتساءل لماذا هذا التسرع ولماذا هذا الإجراء، بينما كان معروفا أن التقرير سيقدم هذا الأسبوع في نهاية هذا الأسبوع، وقد قدم اليوم إذا إلى رئيس المجلس التأسيسي وإلى رئيس الجمهورية، ونتطلع إلى لقاء مع السيد رئيس الحكومة لكي نقدم له نسخة من هذا التقرير حتى يكون يعني وثيقة عمل في 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 هذه الاستشارة، حتى يكون على الأقل سنة ونصف من العمل وسنة ونصف من العمل مع كل الهيئات مع الاختصاص مختصين وخبراء من تونس ومن الخارج لإعادة تصور منظومة كاملة لعملية إصلاح الإعلام في تونس. وبالتالي هناك مادة مهمة كان يجب على كل المشاركين أن يطلعوا عليها قبل مثل هذا الاجتماع. لذلك نحن نتساءل، ربما أن قرب سنحتفل بعد أيام قليلة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وبالتالي ربما أرادت الحكومة ربما أن تندرج في إطار هذا الاحتفال وأن تقوم بهذا العمل، لكن كان هناك كثير من الارتجال مثل ما قلت. تقول ارتجال، يعني هل أيضا يمكن أن يؤدي أو يؤثر طرح موضوع الاستشارة قبل الاطلاع على تقريركم إلى عدم التعاطي معه كما يجب أو كما أنتم تأملون؟ نحن نتخوف من ذلك فعلا، لأنه منذ البداية كانت العلاقات مع الحكومة علاقات صعبة، نفس الشيء كان حتى مع الحكومة السابقة مع هيئة إصلاح الإعلام، خاصة أن بعثنا عديد الرسائل والمراسلات لرئاسة الحكومة ولم تكن هناك إجابة على معظم هذه المراسلات. إذن كانت العلاقات فعلا فيها نوعا من الجفاء على الأقل من ناحية الحكومة، ونتساءل عن سبب مثل هذا الموقف. وطبعا كنا نود أن تكون علاقة ثقة، تكون مبنية على أن هناك مصلحة مشتركة في إصلاح منظومة الإعلام في تونس. واليوم مما زاد ربما الطين بلة، وربما هي إشارة سيئة جدا كانت من الحكومة صباح اليوم، حيث أن كان في الصف الأول من المدعوين وجوه معروفة لانتمائها إلى منظومة إعلام الرئيس المعزول، وبالتالي يعني كانت إشارة فعلا سيئة. وقد غادر القاعة عديد من وجوه المجتمع المدني كيف تفسرون ذلك؟ والعاملين في الحقل الثقافي كيف تفسرون يعني الحكومة تقول أن حضور هؤلاء إصلاح الإعلام؟ نحن نتخوف من ربما أجندة لدى الحكومة، ولا تتسرع المسألة. بالنسبة لها ليست مسألة إصلاح، هي بالأساس مسألة تملك لمنظومة الإعلام في تونس ربما لإعداد الانتخابات القادمة يعني بعد أقل من 6 أو 7 أشهر. هذا ما نتخوفه، أنه تسعى الحكومة ربما أن تموقع نفسها داخل المنظومة الإعلامية بنفس الوجوه التي كانت ربما موجودة في هذه المنظومة ربما لأجندة سياسية. هذا ما نتخوفه، لكن موقف الحكومة كان شرحه هو التالي، وأن كل الجهات هي معنية بمنظومة إصلاح الإعلام ولا نقصي أحدا،
إذن بما فيه الوجوه القديمة لمنظومة البروباغندا التي هل يمكن أيضا أن تطلعنا على تصوركم الذي تضمنه التقرير الذي قدمتموه إلى الرئيس المنصف المرزوقي؟ هو ربما المبدأ الأساسي هو الفصل التام بين الإعلام والسلطة التنفيذية. هذا المبدأ حتى بالنسبة للإعلام العمومي، حتى لا هذا المبدأ الأول. ثم إنشاء هيئات تعديلية تكون فيها ممثلة كل الجهات الفاعلة في المجتمع، تكون ممثلة للمجتمع المدني، ممثلة للصحفيين، ممثلة لأصحاب المؤسسات، ويكون فيها خبراء هم الذين تكون لهم ربما وظيفة تسمية مثلا مديري القنوات العمومية أو الجرائد العمومية، ويقوموا هم بعملية التعديل، أن يعني يكون تعديل ذاتي للإعلام، ولا يكون تحكم للحكومة في أداء الإعلام. هو هذا المبدأ بشكل عام، لكن طبعا هناك قوانين جديدة، هناك تصور لمنظومة جديدة ولإعادة تنظيم يعني كل قطاعات الإعلام السمعي البصري والمكتوب وغيره. هو يعني ثمرة سنة ونصف من العمل، وإحنا حاولنا أن نأخذ ما هو أفضل موجود في القوانين وفي تجارب الأمم الديمقراطية. يعني نحن لم نعد صياغة ربما قوانين جديدة، حاولنا أن نطوع ما هو موجود في العالم إلى الواقع التونسي، وأن لنا فرصة للمجتمع التونسي اليوم وللبلد أن نتقدم في مجال إعلام ديمقراطي حر نزيه مستقل ومحايد. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس رضا الكافي عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال. في تونس أيضا نفذ عشرات من القضاة وقفة احتجاجية في المجلس التأسيسي للمطالبة بالإسراع في إصدار القانون المتعلق بإنشاء الهيئة المؤقتة للقضاء التي ستشرف على إدارة القطاع وتضمن استقلاليته عن السلطة التنفيذية. وعبرت جمعية القضاة التونسيين في رسالة سلمتها اليوم لرئيس المجلس التأسيسي عن قلقها مما آل إليه وضع القضاء والقضاة، وطالبت الجمعية بإقرار وضع دستوري يعزز استقلالية القضاء ووضع آليات للتشاور الدائم بين المجلس التأسيسي والقضاة بخصوص كل ما يهم إصلاح المنظومة القضائية. نفذنا هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم تبقى قرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين للاحتجاج والتحسيس بالتأخير الكبير الحاصل في فتح ملف الإصلاح القضائي بتركيز الهيئة الوقتية المستقلة التي ستشرف على القضاء العدلي مثل ما تم إقرارها تبقى فصل 22 من القانون المنظم للسلطات العمومية. هذه الهيئة يعلق عليها القضاة آمالا كبيرة باعتبارها ستقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في الحياة المهنية للقاضي. طالب نائب بالمجلس الوطني التأسيسي الرئيس التونسي منصف المرزوقي بتقديم اعتذار إلى الشعب بعد أن قبل مواطنان يده خلال جولة قام بها في سوق الجملة للخضر والفواكه جنوب العاصمة تونس. وصفت الرئاسة التونسية الأمر بأنه تصرف عفوي وودي من مواطنين محترمين مع رئيس الجمهورية، لكن نائبا عن الحزب الديمقراطي قال إن مشهد تقبيل يد الرئيس عاد بالتونسيين إلى عهد السلاطين حسب تعبيره. أكد لواء درع ليبيا التابع لوزارة الدفاع والجيش الوطني أن قبائل تابو أبدت حسن نية في تسوية الأوضاع في الجفرة، وقال قادة عسكريون إن الجيش ما زال في حالة ترقب حذر بسبب انتهاكات متكررة لاتفاقات هدنة مبرمة مع قوات تابو في السابق. قد عزا قادة من التابو فشل العديد من مساعي الصلح إلى أن ثوار من الطرفين غير ممثلين بشكل واقعي. هدوء حذر يسود الكفرة على أعقاب المخالفات المتكررة للهدنة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجيش الوطني ولواء درع ليبيا من جهة وقبائل التبو من جهة أخرى. أسفرت هذه المخالفات عن إلحاق أضرار كبيرة بعدد من المباني والمقار الحكومية. مساعي الصلح بين قبائل التبو والقبائل العربية جنوب ليبيا لا تتوقف رغم تشكك بعض قادة التبو في إمكانية نجاحها بسبب غياب الدور الحكومي. الجلوس مع الممثلين التبو الحقيقيين وممثلين الزوية الحقيقيين
ليس من الأزلام النظام حتى حلحلة المشكلة وحلحلة الملف التبو بالكامل قبل الانتخابات. أما الجيش الوطني ولواء درع ليبيا فقالا إن قبائل التبو تعهدت باحترام الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاق الهدنة الأخير بين الطرفين وإعادة المستحقات إلى أهلها. تم عقد اجتماع مع أعيان التبو بخصوص تسليم الأشياء العالقة في السابق من آليات ومن أشخاص، وتم تسليمها في السابق جزء منها والجزء الثاني حتى صبيحة هذا اليوم وأمس تم تسليم الجزء الآخر. إبداء حسن النية هو الباين الوقت الحالي، مع ترقب حذر للأوضاع، لأن للأسف قاعد في نوع من يعني عدم ثقة في الهدن المطروحة من طرف ما بيش نقول قبيلة التبو، ما بيش نحملهم جميع المسؤولية. كثيرون هنا ينتقدون الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي بسبب غياب دورهما الفاعل في الكفرة، ويقولون إن التحرك نحو تفعيل دولة القانون ومؤسساتها في المدينة يسير ببطء شديد. وحضور المجلس الانتقالي للمنطقة والوقوف على الأوضاع والترتيب الإداري داخل المنطقة، لأن المنطقة الآن تحت سيطرة قبيلة واحدة فقط، إنما التبو ليس لهم أي وجود الإداري في المنطقة. وضع ساهم في تصعيد التوتر بين قبائل التبو والجيش الوطني ولواء درع ليبيا، رغم المساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية للخلاف بين الطرفين وإعادة الهدوء والسلام الاجتماعي إلى المدينة. لعل من أبرز ازدياد الصراع في المدينة هي الخروقات المستمرة للهدنة المتفق عليها بين الطرفين، بالرغم من استمرار المساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية عامة في المدينة. نعيم العشيبي، الجزيرة، الكفرة. هز انفجار قوي مبنى محكمة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، فأصاب 4 أشخاص بجروح وألحق أضرارا بقاعة الجلسات والمباني المحيطة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن مجهولين زرعوا 3 عبوات ناسفة عند جدار في المحكمة التي تقع في منطقة يطل عليها عدد من مكاتب الحكومة وشركة النفط الوطنية. ويتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات أمس في سجن بنغازي إثر تمرد أدى إلى سقوط قتيل على الأقل و4 جرحى. إلى المغرب، حيث تتضارب ردود فعل المغاربة بشأن أداء الحكومة الجديدة في المملكة خلال أول 100 يوم من عملها. فقد تشكلت الحكومة في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، ولأول مرة في تاريخ المغرب فاز بأغلبية مقاعد البرلمان حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية. وتشكلت حكومة تعهدت بوضع مكافحة الفساد والبطالة في مقدم أولوياتها، لكن ثمة من يرى أن الحكومة لم تنفذ حتى الآن تعهداتها فيما يخص حل المشاكل الاجتماعية المتفاقمة. هذه الوجوه السياسية تشارك في حكومة يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية لأول مرة في تاريخ المغرب. كان ذلك من إفرازات انتخابات سابقة لأوانها أجريت عقب تعديل دستوري تخلى بموجبه العاهل المغربي عن بعض صلاحياته للحكومة. 100 يوم مرت إذن على تنصيب حكومة ائتلافية يقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله بن كيران. وكان تقويم أداء الحكومة خلال هذه الفترة محور ندوة شهدتها جامعة محمد الخامس بالرباط. مستوى الحكومة ربما أظن وهذا قدير قد تجاوزنا سلبيات الربيع العربي وأخذنا بإيجابياته. إذن المغرب الحمد لله تجاوز هذه المحطة يعني بذكاء ونبعث الأمل من جديد. لكن ليس بالأمل وحده يحيى الإنسان، ويرى كثير من المغاربة أن وعود الحكومة الجديدة بتطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية والقضاء على آفة الارتشاء التي تنخر مفاصل المجتمع لم تترجم بعد على أرض الواقع. لكن حكومة بن كيران تقول إن فترة 100 يوم غير كافية للحكم على أدائها بشكل دقيق، وتبرر أي بطء في وتيرة الإنجازات خاصة على مستوى السياسات الاجتماعية بما تصفه بالتركة الثقيلة التي خلفها سوء التدبير في مختلف القطاعات من قبل حكومات سابقة. على مستوى السياسات الاجتماعية المتعلقة بالتدبير العام، أعتقد أن حكومة بن كيران ما زالت لم
تقنع المواطن بأنها أفرزت شيئا واقعيا ماديا. وتشكل معضلة البطالة التي يعاني منها أصحاب الشهادات العليا وغيرهم عقبة كأداء في وجه حكومة بن كيران، مشكلة تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وكانت من إفرازات تطبيق ما يعرف في المغرب بسياسات التقويم الهيكلي التي أملتها المؤسسات المالية الدولية، وهي السياسات التي منحت بموجبها الحكومات المتعاقبة أولوية للتوازنات الاقتصادية العامة على حساب القضايا الاجتماعية الملحة. فهل ستنجح حكومة بن كيران في هذا الرهان؟ نواصل معكم حصادنا المغربي، تتابعون فيه أيضا في خطوة لفك العزلة عن الصم في موريتانيا، التلفزيون يقدم أول نشرة إخبارية بلغة الإشارة. سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد. مبارك كموظف بدرجة رئيس الجمهورية كان يلائم جدا أن يأخذ أحد عنده القرار. في مصر غضب مخزون يكفي لصنع ألف ثورة. يا حرية فيك فيك هي ثورة فازعة. ألم يلومك أبناؤك على أنك حامل السلم بالعرض؟ كسرت الخطوط الحمراء بخصوص نقد الرئيس ووضعت الرئيس وعائلته في العزل. لسه باقي جيش. كارت احمر للرئيس من انتاج الجزيرة، الخميس في 5:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وصل رئيس الوزراء والرئيس بالوكالة اللذين اعتقلا خلال انقلاب 12 من الشهر الجاري في غينيا بيساو إلى ساحل العاج. من جهة أخرى، ذكر متحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصارا بإكواس أنها سترسل قوات إلى مالي وغينيا بيساو في أعقاب الانقلابين فيهما. وقالت إكواس إنها ستنشر ما بين 500 و600 جندي من نيجيريا والسنغال في غينيا بيساو. وقد أمهلت المجلس العسكري في غينيا بيساو حتى الاثنين لقبول القرار، وإلا فإنه سيواجه عقوبات. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الجبهة الوطنية لتحرير أزواد دخلت مدينة تيمبوكتو وأحكمت السيطرة على بعض مداخلها. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مالي في المدينة قوله إن حوالي 100 سيارة تقل مقاتلين من الجبهة دخلوا وسط تيمبوكتو. وذكر شهود عيان أن المقاتلين يسيطرون على مبنى الدفاع المدني في المدينة. وكانت الجبهة قد سيطرت الخميس على مدخلي تيمبوكتو الشمالي والجنوبي، لكن المدخلين الشرقي والغربي وأنحاء أخرى من المدينة ما زالت تحت سيطرة حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد. قامت مبادرة بعاث التيار الانعتاقي، وهي منظمة مناهضة للرق في موريتانيا، بحرق مراجع وكتب في الفقه. قالت إنها تحرض على ممارسة الرق في موريتانيا تحت غطاء الشريعة الإسلامية. ووصف رئيس الحركة بيرام والدعبيدي في تجمع لأنصار الحركة في نواكشوط الكتب الدينية التي أحرقها بالصفراء، وقال إن حركته بدأت حملة لإسقاط ما وصفهم بفقهاء وعلماء النخاسة وكتبهم التي تمجد العبودية وتفتي بجوازها. وأضاف أن منظمته ستطهر موريتانيا من الرق ومن العلماء الذين اتهمهم بتشويه صورة الشريعة والمذهب المالكي. لا نريد فتاويهم ولا نعول على فتاويهم، بل نعول على فهمنا الصحيح للرسالة المحمدية، فهمنا الصحيح للشريعة الإسلامية، فهمنا الصحيح للدين الإسلامي اللي أساس لبو عنا على طريق الأنبياء أولو العزم المقاتلين من الرسل اللي قاتلوا الطواغيت واللي قاتلوا الجوابرة واللي جابوا الجبابرة واللي صمدوا وضحوا
واستشهدوا إلين تفكت بنية الظلم. أحيا الصم في موريتانيا أسبوعهم الوطني هذه السنة تحت شعار جميعا نبتسم بلغة واحدة. وقد شهدت النسخة الرابعة من هذه المناسبة التي يشرف عليها المنتدى الموريتاني للصم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والطفل انطلاق أول نشرة إخبارية بلغة الإشارة في التلفزيون الموريتاني. كما شهدت تنظيم لقاءات بين الأطفال الصم وأقرانهم غير المعوقين في محاولة تعميق التواصل بينهما. مشهد يحدث لأول مرة، حيز من شاشة التلفزيون الموريتاني خاص بالصم لترجمة محتوى نشرة الأخبار بلغة الإشارة. لحظة استثنائية تقاسمها الصم وذوهم والأصدقاء في محاولة لتعزيز الانتماء للمجتمع لدى هذه الشريحة. كنا نتابع النشرات بلغة الإشارة على التلفزيونات الأجنبية، وبالتالي لا نسمع الأخبار المتعاقبة في بلادنا ومجتمعنا. الآن نحن سعداء بمشاهدة أخبار البلد وبلغة نفهمها. على خشبة المسرح عكس الصم الصعوبات التي تواجههم في التواصل مع المجتمع. في هذا المشهد التمثيلي أصم يحاول إيصال رسالته فيقابل بالصد والاستغراب، لكنهم بالمقابل برهنوا على قدرتهم على التعامل بإيجابية مع الإعاقة وإبهار الجمهور بمهاراتهم، كما حدث هنا في تناغم حركاتهم مع إيقاع الموسيقى رغم أنهم لا يسمعونها. أدهشني الصم بحساسيتهم تجاه الذبذبات الصوتية واستمتاعهم بها، وقد اعتمدت عليها للتواصل معهم. في كل مرة ينظم فيها الصم أسبوعهم السنوي يحاولون الاقتراب من المجتمع خطوة، ويطلبون منه بالمقابل أن يقترب منهم خطوات، وذلك لإخراجهم من الدائرة الضيقة التي يحاصرهم فيها. هذا الأمر لن يتم إلا بخلق جو من التواصل لكسر حاجز الخوف والعزلة لدى الأطفال الصم وحثهم على تكوين علاقات مع أقرانهم الأسوياء، فرصة لإعادة اكتشاف الآخر. أردنا من خلال تنظيم هذه الأنشطة الترفيهية والثقافية كسر حاجز الخوف بين الأطفال الصم وأقرانهم السامعين، فالأطفال الصم يعتقدون أن السامعين يتجاهلونهم، بينما يعتبر السامعون أن الأطفال الصم انطوائيون ويتسمون بالعنف. تلقى الصم في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة دورات تكوينية على لغة الإشارة الموحدة، ووزعت عليهم سماعات طبية، لكن حظهم من التعليم يظل ضئيلا في ظل وجود مدرسة واحدة تقتصر على المرحلة الابتدائية. زينب تلبي، الجزيرة، نواكشوط. نهاية حصادنا المغربية للقاء.